داخل المغرب وخارج المغرب. تحياتي لكم كبيرة، أنا نشكركم على ذاك الكومنتيرات اللي كتبتوا لي الزوينين. الله يحفظكم أخوتي، الله يحفظكم، بارك الله فيك. كمل، شنو غنكمل؟ يلا واسأل وأنا نجاوب. لا قال لك كمل، حيت كنا نهضروا على الفيديو. كمل قال لك. شنو الفيديو؟ الفيديو ديال اللي هضر معايا عليه السيد. والمهم انتم اخوتي المغاربه، دابا انا نقول لكم واحد الكلمه ونقول لكم تعرفوا سي محمد مزيان، وانا اجيب لهم التراجم الله يستر. انا راه خايب وزوين في نفس الوقت. المهم شنو قلت هاد الكلمة الأخيرة؟ انت شنو كنت تلبسي؟ جين علاش عرفتي هاد تلبسي الجين؟ غادي نلبسو. بغيت بغيت حرة أنا. أكيرا غادي تفهمني. المهم شوفي، أنا آخر مرة غنبقى ندير أنا وياك اللايف، شحال من واحد ما تيحملنيش ندير معاك اللايف، وأنا إنسان عادي طبيعي. اجيو الدراري غنهبط للجندري. حيد سيري بوتي الجندري. ارى ليا والله ما ندوزها ليك، والله ما ندوزها لك. انا راه مشيت انا في ما مشيت هو هذا. سير فين ما بغيت. هما عرفونا دابا الناس شنو طرا. والله ما ندوزها. سيري عاود ارى ليا المونطو ديالي. سيري عاود موت امك. سير جيب ليا المونطو ديالي. يلاه سير جيب لي المونطو ديالي. حنا غنبقاو نعيشو في الدل، حنا مالنا هنا هاد العيشة ديال والله لا خاصك هاد المرة. وانت سيري شي انا راه الحمد لله. سير خرج عليا. نخرج عليك؟ اه. وانت دابا تشوفي. سير خرج. عاد دابا على الجمعة. انا غنعيط عليهم دابا. هاد الضربة اللي ضربتيني فما والله ما ندوزها لك. انت سيري عاود يا والله لا دازت لك. إذا دازت لك هاد المرة راني يهودية. ويا صافي. ترجليت. تتعبين احنا غادي نمشيو كل ما دير اقول له انا سيمو الحمد لله معروف في الرباط في اي قنص كازا في ما مشيت مرفوع عليا الراس جزاك فراس انت اللي طيحتي عليا بالدر وانا وكتبنا اللي معيش معايا راه غادي نعرف شنو كاين ولكن الحمد لله دابا الناس راه عرفوا وشوفوا مازال وشتي مازال قدام درت عليهم جد راه ما ولات اكثر من ممكن هنايا ربي ما كذبش عليك سير ودي انا ما كنبغيش نفصل العضله سير الناس ولا سير مع الجندار لا غيمشي معايا وصافي سيري بحال داك سيري انا في الدار انا غادي نمشي ويجيو يخرجوا ليا من الدار سيري ورا ليا صاكي الماي انا في الدار انا رحيت من الدار سير على الجندار ولا سير على البوليس ولا اللي يعجبك